مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج الأسواق والذي نقدمه لكم من قناة الجزائر الدولية. وفي عدد اليوم سنتطرق إلى التفاقم التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي عصفت بالعالم خلال الأسابيع الأخيرة، فمن فيضانات في جنوب شرق آسيا وإفريقيا إلى الحرائق التي عصفت بكثير من الدول المتوسطية. تتعدد أوجه الكوارث لتطال الاقتصاد والإنسان والبشر والمنشآت والمرافق. من المسؤول عن هذه الوضعية؟ وكيف يمكن السبيل أو كيف هو السبيل للخروج من هكذا حالة؟ وقصد مناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة بالأستوديو السيد سمير جريمس، خبير دولي في البيئة والتغيرات المناخية. أهلا وسهلا بك. أهلا. إلى جانبك يحضر أيضا معنا السيد كمال جموعي، خبير أيضا دولي في البيئة والتغيرات المناخية. مرحبا بكما. بداية أبدأ من عندك أستاذ جريمس، أنت كخبير دولي نشهد عدة توالي، عدة كوارث وعدة مظاهر من التغيرات المناخية في كثير من الأحيان تؤدي إلى ضحايا. في هذا الأسبوع نصد المئات والعشرات من القتلى في فيضانات في السودان ثم أفغانستان وباكستان، وأيضا حرائق كثيرة ومتعددة في الحوض البحر الأبيض المتوسط. هل ما يحدث الآن كان متوقع؟ شكرا على الموضوع والسؤال. بطبيعة الحال الدراسات والتقارير العلمية والأكاديمية وحتى يعني تقارير الناتجة عن الهيئات الأممية ذات الاختصاص في البيئة والتغيرات المناخية منذ 20 سنة وهي يعني تشير إلى تفاقم وتغيرات المناخية ونتائجها وإفرازاتها السلبية على الأنظمة البيئية، على المجتمعات، على المنشآت الاقتصادية والاجتماعية. إذن السيناريوهات التي أعدت منذ التقرير الثالث والرابع والخامس، التقرير الأخير، كان أدق، ومن بين خلاصاته هو ما لا يدع يعني شك في التطورات المناخية وتفاقمها وحدتها. لذلك يشهد العالم في عدة مناطق، عدة قارات، عدة دول، وفي البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة الذي هو يعني يشكل إحدى النقاط الساخنة بالنسبة للتغيرات المناخية حسب يعني دراسات فريق العمل للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، إذن وشمال إفريقيا بصفة خاصة ومنطقة الساحل تعتبر من بين أسخن المناطق على مستوى التغيرات المناخية. إذن ما نشهده اليوم من فيضانات، حرائق، إعصارات وما يترتب عنها من أضرار وخسائر كان منتظر مرتقب. لذلك اليوم السؤال الذي يطرح نفسه، كيف لم يعني المجتمع الدولي والأطراف المعنية مباشرة كيف يعني تساهلت مع هكذا يعني تقارير وهكذا استشرافات ولم تتخذ يعني التدابير اللازمة حتى يعني يكون تعامل مع هذه السيناريوهات بطريقة الأصح؟ نعم أستاذ جموعي، في هذا الإطار هل يكفي أن نتهم الطبيعة والاحتباس الحراري بنتائج هذه الكوارث وتوالي هذه الكوارث، على اعتبار أن هذا ما يحدث كان متوقعا وفق تقارير أممية وهيئات دولية؟ هل الحكومات أو السلطات تغافلت عن أخذ بجدية هذه المشاكل في نظركم؟ أولا لا نستطيع أن نتهم الطبيعة، بل الطبيعة هي الضحية الأولى، والبشر جزء من هذه الطبيعة، طبيعة الوجود والتواجد. ثانيا كذلك لا نستطيع أن نقول أنه الدول والحكومات تغافلت عن هذا الأمر، لأنه الدول والحكومات لم تتغافل على هذا الأمر في رأيي، يعني أنا الشخصي لم تتغافل، ولكن الدول والحكومات لها وتقوم بالمجهودات الممكن القيام بها في هذا الإطار في ظل نقص من المعلومات
نقص من الدراسات العلمية والتقنية، حتى ولو أخذنا وأنا أشاطر الزميل السيد الأستاذ قريم السمير لما تكلم على الهيئة الأممية والتقارير إلى غير ذلك، هناك تقارير بالفعل يعني إذا أخذنا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وهيئات أخرى قارية وحتى لمناطق معينة، هناك تقارير تعطي وتلمح وتحذر من تأثيرات التغيرات المناخية، ولكن إذا رجعناها على مستوى الحكومات والدول، الدولة يعني تقدر أنها تستعمل هذا التقارير كمراجع وفي المنهجية إلى غير ذلك، ولكن لازم على الدولة أنها تقوم كذلك بدراسات وتحاليل معمقة خاصة بالمنطقة نتاعها، خاصة بحدودها، خاصة بالأنظمة الإيكولوجية الموجودة فيها، للتعرف بدقة على التأثيرات والمخلفات على التغيرات المناخية المسببة للكوارث. هناك نوع من الانطباع بالنظر إلى حجم الخسائر سواء في الخسائر البشرية أو المادية، أن الكثير من الحكومات عبر العالم وحتى المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر لم تأخذ بالجدية الكافية وبالوعي الكافي الإجراءات الملموسة لمواجهة هكذا ظواهر. ألا يبدو لا تبدو الصورة هكذا أستاذ غريمز؟ تعاطي مع التغيرات المناخية وظواهرها، خاصة الظواهر المتطرفة من التغيرات المناخية، تعاطي مع هذه الظواهر يكون على ثلاث مستويات. أولا مستوى دولي عن طريق الهيئات الأممية وما يسمى بالأطراف المتفاعلة مع بعضها في إطار وتحت مظلة الاتفاقية الأممية حول التغيرات المناخية. هذا يعني يستوجب نوع من التنسيق الدولي والمثابرة على النشاط المتفق عليه والمنسجم والمتناعم. الشيء الثاني هو المنظمات يعني الإقليمية، مثلا تكلمت على منطقة البحر الأبيض المتوسط شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، هناك الرؤية الأورو متوسطية والرؤية الإفريقية بالنسبة لهشاشة القارة الإفريقية. هذه الدرجة الثانية من التعامل مع هذه المعطيات. أما الدرجة الثالثة فهي على مستوى الحكومات، يعني على مستوى الدول، كل دولة كل حكومة عندها سياسة قطرية، سياسة يعني خاصة بها وطنية، تتعامل وتتكيف مع مخلفات التغيرات المناخية وآثارها على التنمية والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية. وفي على هذه الثلاث مستويات كل مستوى يتطلب قدرات تكوين موارد مالية، آليات للتنسيق والتعامل يعني الجماعي مع هكذا مخلفات التغيرات المناخية. إذن من المستحيل، وكل التقارير تشير إليه، من المستحيل التعاطي والتكيف مع مخلفات التغيرات المناخية على المستوى الوطني. إذا كان ما كاش فيه يعني عمل جماعي منسق على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، ممكن مثلا دولة ما كجزائر مثلا تأخذ احتياطاتها وتوضع استراتيجية وطنية، مخططات محلية للتكيف مع التغيرات المناخية، ولكن إذا كان المستوى الإقليمي والمستوى الدولي لا يتبع ذلك، إذن هناك مشكل. ولحد الساعة العديد من الدول ذات المسؤولية التاريخية حول انبعاثات وتراكمات الغازات الدفيئة المسؤولة مباشرة عن تدهور المناخ تراوغ حول مسؤوليتها والتعاطي مع يعني الأدوات والآليات التي يجب وضعها للتعامل. سنعود إلى نقطة من المسؤول حول الوضع الراهن للعالم مع التغيرات المناخية. دعني أتوقف معك أستاذ جموع، لأننا نتحدث عن التغيرات المناخية كتأثير طبيعي أو كوارث طبيعية، لكن في المقابل أيضا هذه التغيرات المناخية ممكن أن تدخل العالم في صراعات وحتى حروب. وأعطي مثال فقط، أن تدفقات المياه من مثلا من تركيا إلى العراق ومن إيران، من تركيا إلى أيضا سد النهضة إثيوبيا ومصر ولا غير ذلك، إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذا التفاقم ظاهرة التغيرات المناخية إلى دخول العالم في صراعات وحتى حروب؟ الصراعات والحروب من جراء التغيرات المناخية يعني أمر ماهوش جديد يعني على العالم ولا على الأقاليم العالمية.
لقد تطرق يعني مجلس الأمن للأمم المتحدة بنيويورك عدة مرات لنقطة الأمن وكذلك يعني تأثير تغيرات المناخية على الأمن بصفة عامة يعني على كوكب الأرض، ولكن بصفة خاصة على مناطق كالمناطق التي ذكرتموها يعني. والأمن هو متعلق بنزوح النازحين المناخيين يعني اللاجئين المناخيين، مناخ كذلك يعني نقص في الموارد المائية المتقسمة ما بين بلدان وفي الحدود المشتركة. كذلك هناك ما نلاحظ الآن وخاصة بعد قمة غلاسكو لتغير المناخ للعام الماضي، يعني هناك قرارات دولية تؤخذ اللي عندها تأثيرات ومخلفات اقتصادية وتنموية وحتى اجتماعية جد مهمة، اللي لازم كل دولة على حسب مشاركتها ومساهمتها في الاتفاقية والإطار الأممي الخاص بالتغيرات المناخية، إذا أخذنا اتفاقية باريس إلى وما جاء بعدها، يعني نشوف باللي القرارات التي تؤخذ إذا أخذنا أنه قمة غلاسكو تلزم الدول المشاركة والدول الأطراف أنه في 2050 لازم تصبح صفر انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتولي نات زيرو إيميشن حسب ما يقولون. يعني هنا الدول راح يكون لها تأثير كبير، وراح يكون صراعات إذا رجعناها للأمر الأمني راح يكون فيه صراعات اقتصادية اللي تكونها تداعيات أمنية يعني ومخلفات أمنية يعني في عدة مجالات وعدة ما. نعم، نبقى في الإطار الظرف الجيوسياسي والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على معركة العالم في مواجهة الاحتباس الحراري، ونتحدث عن هنا عن معطى خلال الأسابيع الماضية وهو التصعيد التوتر العسكري في مضيق تايوان أو ما يعرف ببحر جنوب الصين. انسحاب وتعليق بكين التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أكثر البلدان ملوثة في العالم، لكن سبق هذه الحادثة أيضا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس للمناخ. هذه التغيرات والمزاجية في التعامل مع قضية المناخ في أول صراع وتصادم عالمي يكون معركة تغيرات المناخ هو الضحية، ألا يعتبر ذلك كابح أمام في معركة مواجهة التغيرات المناخية أستاذ غريمس؟ والله في المعادلة المناخية هناك ثوابت وهناك متغيرات. الثابت هو المصالح أو الثوابت هي المصالح الوطنية والمصالح القومية، أما المتغيرات فهي الآليات المستعملة من طرف القوى العظمى، القوى العلمية والتكنولوجية والقوى المالية. اليوم اتضح يعني الصورة اتضحت يعني بكل وضوح، هو يوجد ارتباط عضوي بين السياسات المناخية، ما يسمى بالسياسات المناخية والانتقال الطاقوي والأمن الغذائي والأمن القومي بصفة عامة. اليوم التغيرات المناخية تدرج في العديد من الدول كعنصر من عناصر الأمن القومي. الدول التي تتكيف وتستبق أثار التغيرات المناخية هي الدول التي بإمكانها كذلك المحافظة على قواها المختلفة. إذن التجاذبات الإقليمية والدولية في بحر الصين وكذلك يعني الحرب يعني روسيا مع أوكرانيا، الأسابيع الأولى شفنا العلاقة المرتبطة بين يعني الكريز انرجيتيك الأزمة الطاقوية والأزمة الأمن الغذائي، يعني صعود يعني غير معقول في الحبوب في يعني في تكلفة الحبوب، وشفنا هنا يعني كيفاش الأولويات تغيرت بالنسبة للدول كما الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الصين، ألمانيا وإيطاليا التي كانت يعني تنادي بتخلي على الطاقة الأحفورية. اليوم يعني الأولويات أصبحت أولويات أمنية، أولويات يعني تنمية،
إذن هنا ممكن نتساءل، وحتى أنا عندي يعني قناعة شخصية على أن الأولويات البيئية هي يعني مهمة بالنسبة للأرض وبالنسبة للدول ولكل مناطق العالم، ولكن اتضحت الصورة أن يعني الأولويات تغيرت بتغير يعني الأجندات والظروف والمصالح. إذن لذلك اليوم أصبح ويدرس على هذا الشكل التغيرات المناخية كعنصر من عناصر يعني التأثير بالنسبة الجيوسياسي على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي. كل المعطيات الأخيرة على الساحة المتوسطية والساحة الأورو متوسطية، الصين، الولايات المتحدة، حتى يعني تتذكرون يعني يعني كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية تغير بين الإدارة الديمقراطية تاع بايدن والإدارة الجمهورية لدونالد ترامب. دونالد ترامب كان فيه تغير استراتيجي، ولكن كان فيه ثابت هو عدم المفاوضة على نمط التنمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ونمط الاستهلاك أيضا الأمريكي معروف. أستاذ جموعي، هل ترون أن التغيرات المناخية والتعاطي وتعامل المجتمع الدولي مع هذه المسألة يفرض الانتقال نحو ثورة بيئية ومرتبط أيضا بتغيير النظام الاقتصادي والنظام العالمي ككل نحو نظام جديد يكون فيها قائم على التوازن وأكثر عدل وإنصاف؟ في 2007 في القمة 13 للتغيرات المناخية اللي كانت في إندونيسيا في بالي، تفطن الدول المتقدمة وكذلك تفطنت الدول النامية لأهمية إشكالية التغيرات المناخية، ليس من الناحية البيئية ولكن من الناحية السياسية الجيوستراتيجية وكذلك الاقتصادية، حيث أصبح النظر لمسألة التغيرات المناخية كالوسيلة، الطريقة، المصدر والممر لإعادة النظر في نماذج التنموية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية بتغيير بما يسمى بنموذج الاستهلاك الطاقوي أو نموذج الانتقال الطاقوي. بمعنى يعني أصبح كانت هناك نوع من السيطرة على الموارد إلى غير ذلك، ولكن بالاحتباس الحراري أصبحت هناك نظرة جديدة وفهم جديد لكيف نتقاسم هذا العالم من جهة أو من باب التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يسمى بكربون بيدجت باللغة الإنجليزية. وهذا يعني الكربون بيدجت هذا ليسمح لكل بلد ما هي يعني الطريق ولا التوجه التنموي اللي راح يمشي فيه، ما هو الكربون بيدجت تاع البلد اللي راح يسمح له باش ياخذ مستوى معين، والى اي مدى يصل فيما يخص قدرات وامكانيات التنمويه للوطن. يعني قد ما اخذ البلد من كربون بيدجت في الاتموسفير قد ما عنده امكانيه الانبعاثات، والانبعاثات هذه تسمح له بأنه يستهلك أكثر ويتقدم وينمو أكثر في عدة ميادين اقتصادية وتكنولوجية وغير ذلك. إذا البلد هذا ما دافعش وما تحصلش على الكربون بيدجت اللي محتاج، راح يكون عنده تنمية محدودة ومحددة، وهنا الخطر على بلدان زي كبلدان نحن يعني في المستقبل، لأنه وأخذوا الطاقة الأحفورية كهي المتهم الأول والوحيد، وهذا لكي يضعوا به الضغط ويستعملوه لتحديد من النمو. إذا سمحت لي نعطيك مثل صغير. نعم. في إفريقيا، إذا أخذنا إفريقيا في 4 سنوات والخمس سنوات الماضية، ظهرت في بعض الدول الإفريقية اكتشافات لغاز وبترول كتشاد، كموزمبيق، كموريتانيا، سنغال إلى غير ذلك. وهذه البلدان تعتبر من أفقر بلدان العالم. يعني الآن
إذا أخذنا استنتاجات ولا قرارات تاع غلاسكو قيمة المناخ الأخيرة، هذه البلدان ما عندهاش الحق أنها تستعمل الطاقة الأحفورية نتاعها للتنمية وللخروج من الفقر إلى غير ذلك. هذا أمر غير. نعم، سنعود لنقطة الوقود الأحفوري وقيمة غلاسكو، لكن نتوقف عند المسؤولية وحصص الانبعاثات لما يعرف بالغازات المسببة للاحتباس الحراري. نتحدث عن تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم صراحة بفعل اللوبيات الأمريكية والغربية الموجودة في الأمم المتحدة أن الصين هي أكبر مصدر منفرد للاحتباس لغازات الاحتباس الحراري، لكن بالنظر إلى التقاسم ومعدل انبعاثات الأفراد بمعنى بنسبة السكان، هذه الانبعاثات تزيد بمئة مرة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وهنا نتحدث من يلوث هو المسؤول الأول، هل نذهب إلى طرح ومقاربة أكبر ملوث هو من ينفق في تجنب كارثة للأرض؟ لا، يعني سأجيبك على هذا السؤال، وأخي وزميلي كمال جمعي من أحنك المفاوضين مستوى في الاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية. هذا هو جوهر المفاوضات وجوهر التجاذبات بين الدول وبين الأقطاب وبين التكتلات وبين المصالح. كان فيه مدة طويلة وكان فيه تجاذبات بين الخبراء والعلميين والهيئات الأممية، ما هي طريقة حساب أو ترتيب المسؤولية؟ هل المسؤولية تحسب على انبعاثات الفرد سنويا per capita؟ هل المسؤولية تحسب على انبعاثات بلد ككل؟ هل انبعاثات تحسب على التراكمات منذ يعني الثورة الصناعية؟ ولحد اليوم كل قطب له طريقته المفضلة، وبطبيعة الحال كل قطب يتوجه ويختار الطريقة التي تخدم مصالحه الاستراتيجية. إذن التجاذبات اليوم بين الانبعاثات والتراكمات أو على مستوى الأفراد أو الدول، هنا في طريقة تكون الصين والولايات المتحدة الهند وحتى دول كقطر مثلا تعتبر من أكبر الدول. صحيح. بالانبعاثات على أكبر منتج الغاز الطبيعي المسال. ولذلك يعني استعملت عبارة مراوغات من الأقطاب والدول العظمى، لذلك يظهر أن هناك مفاوضات، ولكن في الحقيقة هناك مصادرة للمفاوضات وتكبيح المفاوضات حتى لا يتم الاتفاق. النقطة الذي أشار إليها زميلي حول مثلا سوق الكربون وحيادية الكربون، ممكن نقول بلي كاين قبل غلاسكو وبعد غلاسكو، لأن مخرجات غلاسكو كانت يعني مخرجات طموحة. نعم. ولكن نعود إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، نعود إلى التجاذبات حول الطاقة على المستوى الإقليمي والعالمي، ممكن نقولوا عندنا ذوك واحد المرحلة ولا واحد كان يستنى فيها قبل غلاسكو، ولا واحد كان استشرف هذه يعني هذه المرحلة الجيوسياسية العالمية التي ممكن تجعل من أولويات غلاسكو ممكن تكون غير أولويات 2023-2024. هل يمكن الحديث عن التغيرات المناخية هناك قبل غلاسكو وبعد غلاسكو، أو هناك ما قبل حرب أوكرانيا وبعد حرب أوكرانيا؟ أنا أسميه غلاسكو زائد حرب أوكرانيا. نعم. لأن يعني الإضافة تاع الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تأثير على ثلاث مستويات: المستوى الأمني، المستوى الطاقوي، والمستوى الأمن الغذائي، وكل ذلك له صلة مباشرة بمستقبل العلاقات الدولية. اليوم يظهر جليا بين بعض الدول العظمى وبعض الأقطاب الاقتصادية والمالية والتكنولوجية بدأت تتراجع في تعاملها في العلاقات الدولية، وبدأت بين قوسين تتساهل مع بعض الأمور التي كانت تعتبرها أولويات. مثلا الحيادية الكربون، مثلا المنطقة الأوروبية كانت سطرت لها نفسها
هدف 2050 حيادية الكربون. إذن كان من المنتظر في السنوات القادمة تكون هناك ما يسمى بحدود الكربون، مثلا إذا كان الجزائر أو دولة من شمال إفريقيا أو دولة عربية تريد مثلا تصدير بعض المنتجات إلى المنطقة الأوروبية، كانت راح توجد نفسها توجد حاجز ما يسمى بالحدود الكربون. إذن المعطيات الجديدة على المستوى الدولي والإقليمي راهي اليوم إعادة التصنيف وإعادة ترتيب الأولويات. أولويات. نتوقف هنا أستاذ جموعي بخصوص أزمة الطاقة التي نشبت مؤخرا في أوروبا، ولاحظنا عدة حكومات أو جل الحكومات الأوروبية أعادت ترتيب أولوياتها مثل ما تفضل بها الأستاذ غريمس، وهناك من الدول من وضعت نهاية لما يعد باستخدام الفحم، لكن ألمانيا اتخذت خطوة لإعادة تشغيل المحطات، نفس الشيء بالنسبة لسويسرا، أيضا فرنسا، وكل هذه الدول كانت تتزعم وتقود ما يعرف بالثورة الخضراء. ألا يمكن الوصف أن أزمة الطاقة في أوروبا قد أسقطت الأقنعة وأزاحت الوجه الحقيقي للأوروبيين في الانتقال الطاقوي؟ أظن أنها تذهب إلى أبعد من إسقاط الأقنعة فقط. اللي تكلمتوه والطرح اللي طرحتوه يعني كله صحيح، ولكن الأمر اللي يروح أبعد أنه التركيبة الجيوسياسية وكذلك تركيبة والعلاقات الدولية لحد الآن، يعني هذا الدول المتقدمة الأوروبية واليوس إلى غير ذلك، يعني داروا علاقات دولية، وضعوا علاقات، وضعوا أطر، ووضعوا قوانين، وضعوا يعني كيفية تسيير وكيفية فرض بعض الأمور في العلاقات الدولية، اللي الآن بهذا الأزمات كشفت أنه هذا الأمر هذا وضعوه لنفسهم ولم يأخذوا بعين الاعتبار الدول الأخرى والدول النامية كإفريقيا كدول الأخرى. لذا يعني نشوف أنه طرح العلاقات الدولية والشراكة الدولية الآن كله راهو يتراجع، يرجع إلى الفحم، يرجع إلى النووي، يرجع إلى غير ذلك، لأنه النموذج العلاقات الدولية اللي كان موضوع على حسابهم هما فقط. ألا يبدو في ظل هذه المعطيات أن أوروبا كانت ضحية سياساتها، كانت ضحية مواقفها الاندفاعية حول الحد من الكربون، الحياد الكربوني ولا غير ذلك، وجدت نفسها أمام شح الإمدادات الغاز، فعادت إلى ما يعرف بالطاقة العصور الوسطى؟ أنا أظن أنه ضحية طمعها، وأقول أزن كلمة الطمع بالمعنى نتاعو، وكذلك ضحية العقلية الاستعمارية اللي عند معظم دول أوروبا، مش كلهم ولكن كلهم معظمهم كانت عندهم هذه العقلية الاستعمارية اللي يمشوا بها، ولحد الآن شفنا أنه بدون استغلال الموارد الطبيعية والحفورية الإفريقية يعني كما يحبونهم، يعني راح تجعل النظام الأوروبي ولا كما يقول لك المجتمع الأوروبي في خلل وفي ضعف وفي مشاكل. الآن العلاقات مع روسيا تدهورت، تخيل العلاقات أخرى تتدهور فيما يخص كذا، وعنها تخلفات على الإمداد الطاقوي إلى غير ذلك. نشوف التضخم، إذا أخذنا مؤشر التضخم في أوروبا وفي بلدان أخرى راهو فاق 8%. هذا شيء تاريخي أنه في بعض الدول أنه في أوروبا، وكذلك أنه الاقتصادات هذه مبنية على أمور يعني ماهيش حقيقية. نعطيك مثل صغير، في إذا رجعناها وسقطناها على التغيرات المناخية واللي صاير في الأمور اللي جارية في التغيرات المناخية، أنه الالتزامات الدول في اتفاقية التغيرات المناخية ولا في اتفاقية باريس ولا قبلها في بروتوكول كيوتو، هي التزامات دولية، التزامات حكومية، هذا من الجانب تاع الدول النامية. ولكن إذا شفنا من جانب الدول المتقدمة
فالالتزامات هذوك كيفاش يستجيبوا وكيفاش كما نقولوا حنايا يجسدوا التزاماتهم في الاتفاقية؟ يجسدوا التزاماتهم عن طريق الشركات الدولية الخاصة، مش من ميزانية الدولة. يقول لك روحوا البرايفت سيكتور للملتي ناسيونال هما وكذا وكذا، وديري لهم دي كوتا، واضعين لهم حصص يعني باش يقوموا بالدفع ولا بالتخفيف والتخفيض. بالنسبة لنا حنايا هي الحكومات والدول. يعني إذا أخذنا هذا الفارق في كيفية التكفل تعطيك نظرة على الحكومات نتاعهم وعلى المخلفات إذا كان فيها أزمات اللي رانا عايشين. نعم. نعود إلى نقطة الوقود الأحفوري، وأشرنا إليها أستاذ جموعي منذ قليل، أشرنا أنها قال بأنه هي محاولة لمصادرة احتياطات ومورد طاقوي. قمة غلاسكو الأخيرة كانت صريحة في البيان الختامي على أن على الدول أن توقف تمويل المشاريع والاستثمارات في الوقود الأحفوري، ونتحدث هنا عن الغاز والنفط والفحم الحجري. هل يمكن تطبيق هذا المبدأ وفي هذه الظروف بالذات، ولا لا يمكن وصف هذا المبدأ بأنه ظلم في حق دول تحوز على احتياطات ضخمة من الاحتياطات؟ ولن اسمحوا لي بتعقيب على مخرجات غلاسكو. نعم. فيه دولة من الدول الأوروبية القوية على المستوى الاقتصادي والمالي والتكنولوجي كانت صادقت على هذا القرار، عدم تكون نفقات جديدة في البحث مثلا على الغاز الأحفوري. وفي نفس الوقت الدولة هذه عندها وكالة وطنية عمومية تؤمن بالنسبة لشركات البترول والغاز على استكشاف الغازات الأحفورية في مناطق إفريقية. إذن هناك حتى يعني في الدول كاين موقف رسمي بالنسبة للحكومات الممثلة لهذه الدول. ودعني فقط أفتح قوس هنا حتى نوسع النقاش بطريقة أكثر. هذا الطرح طرح أيضا في مسألة استغلال ما يعرف بالمحروقات الغير تقليدية. فرنسا الرسمية تقول ممنوع على الأراضي الفرنسية، في حين أنها تستغل نفس الثروات نفس الموارد خارج فرنسا. أنا كنت أتكلم على فرنسا وعلى توتال بصفة خاصة، ما يعني كان الأمر يتعلق بالحكومة الفرنسية التي صادقت على قرار غلاسكو بعدم نفقات جديدة في الاستكشاف الغازات الأحفورية، وفي نفس الوقت الوكالة العمومية تؤمن بالنسبة لتوتال الاستكشاف، يعني تؤمن المخاطر دونك لاسيورونس لو ريسك بالنسبة لاستكشاف مناطق إفريقية. أنا أتذكر جيدا شهرين أو ثلاثة قبل اتفاقية باريس في 2015 كان في حوار تلفزيوني أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كان قال وكان يعني حشر بلاده في الاتفاقية باريس وكان طرف في المفاوضات فيها، وقال أفاوض كل شيء، إن الولايات المتحدة قابلة التفاوض على كل شيء إلا على النمط التنموي بالنسبة للولايات المتحدة، لا مفاوضة في هذا. وهذه يعني أطروحة بالنسبة للولايات المتحدة وأطروحة لأوروبا وأطروحة لليابان والأستراليا والعديد من الدول المتقدمة وكندا وغيرهم. إذن الدول التي بنت رفاهيتها الاقتصادية والاجتماعية منذ قرنين من الزمن في استغلال والتجارة ونهب ثروات دول الجنوب، استغلال ثروات الأحفورية في المناطق المستعمرة مثلا، اليوم تطرح يعني العدالة، تطرح الرفاهية البيئية كآليات من آليات التفاوض مع الدول. ولكن الدول النامية كالجزائر من حقها، والدول الإفريقية من حقها تتكلم على في إطار العدالة المناخية. هناك عدالة اجتماعية واقتصادية، الجزائر لها الحق أن تستغل الغازات الأحفورية كغازات انتقالية أو كمصدر طاقة انتقالي بالنسبة مثلا 2040 2050 2060، ولكن في المرحلة هذه الله عز وجل يعني ناب علينا بهذه الخيرات. وهذه كما الولايات المتحدة بنت قرنين وهي تستخرج في الغازات الأحفورية لبناء رفاهية الاقتصادية والاجتماعية. إذن الجزائر اليوم تطرح نفس الأطروحة
بأن من حقنا استغلال هذه بطبيعة الحال تكون هناك يعني بعض الشروط للسلامة البيئية، للسلامة الإنسانية، لسلامة المدن والأنظمة البيئية، علما أن هذه الدول غالبا ما تدافع عن خيارها في استغلال ثرواتها في إطار انتقال طاقوي، بمعنى أن الغاز يشكل مثلا مولد لانتقال طاقوي، وهذا ما دفعت عليه عديد الدول المنتجة. الغاز هو معروف، الغاز الطبيعي هو طاقة نظيفة لا شك يعني علميا في ذلك. حتى اليوم حتى ما يسمى بالمناطق الحصرية الاقتصادية على مستوى البحر مثلا، البحر الأبيض المتوسط، اليوم نشوفه تجاذبات في المنطقة الشرقية بالنسبة للشرق المتوسط، لبنان، فلسطين، سوريا، العراق، ليس العراق قبرص. تركيا، قبرص، مصر، ليبيا، كل يعني هذه كل هذه التجاذبات الإقليمية في مستوى البحر كلها مبنية جوهريا على الاكتشافات الضخمة بالنسبة للغاز في البحر الأبيض المتوسط. فتذهب المصالح والغايات البيئية إلى الجحيم. لا، المنطلق لن يكون أبدا يعني ذهاب إلى الجحيم بالنسبة يعني للمحافظة على البيئة بصفة عامة. لا، هنا تكلمت على المعادلة المناخية وتكلمت سابقا وقلت فيها ثوابت وفيها متغيرات، يعني الأولوية المصالح الاقتصادية في هذا الظرف. أستاذ جموعي، حتى نتحدث في نفس النقطة على العدالة البيئية، هناك أرقام الأمم المتحدة تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها صدرت أكثر من ربع إجمالي الغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين أن إفريقيا أصدرت 3% فقط خلال النصف الأخير. هل نحن أمام منطق أثرياء العالم دوار الكوكب وعلى الفقراء أن يدفعوا الخسائر والمخلفات؟ للأسف نعم، رانا في هذا الوضعية، لأنه كما قال أخي سمير أنه الولايات المتحدة الشرط والأولوية نتاعها يعني لا نقاش ولا تفاوض فيها، أنه لا يجب أن يمس يعني الإطار المعيشي والقدرة المعيشية للمواطن الأمريكي ولا مواطن أي دولة متقدمة، في حين أنه نشوف في الدول الإفريقية والفقيرة ولا حتى الدول النامية أنه يفرض على الدول أنها يكون عندها يعني استراتيجية لخفض الغازات، للتخفيف من انبعاثات الغازات الدافئة إلى غير ذلك. كما ذكرت يعني ربع الانبعاثات متسبب فيها الولايات المتحدة وبلدان أخرى، وإفريقيا وفي آخر تقرير يعني من 3 أصبحت إفريقيا 4% يعني عندها الانبعاثات الإفريقية، آخر تقرير رسمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية. ونشوف أنه الفقير هو اللي يضر ويكون له ضرر أكثر من تأثيرات ومخلفات التغيرات المناخية، في حين أنه ما عندوش الوسائل، ما عندوش الإمكانيات للتكيف ولا لمواجهة هذا الوضعية ولا الحماية. وين نشوفوا الدول المتقدمة كان عندها فرصة كما ذكرتم يعني فرصة لمدة قرن أن تقوي القدرات نتاعها، قدرات التكيف، قدرات التصدي، عندها التكنولوجيات، عندها كله كان يعني معمول لهذه. حتى ولو أنه الآن نشوفوا إذا كان عندهم أعاصير ولا عندهم أي مخلفات من هذا النوع، يعني القدرات والطاقات نتاعهم هي الأعمار بيد الله بالطبع، لكن القدرات وكذا تسمح لهم أنهم يواجهوا يعني ما عندهمش مشاكل. ولكن الدول إذا شفنا ما اللي يجري في السودان، إلى شفنا الحرائق في الجزائر إلى ذا من جراء التغيرات المناخية، شوف باللي يعني لازم بناء قدرات، ولازم يعني نعود نشوف النظر في إعادة التوازن في هذا الإطار. والمفاوضات الحالية والاتفاقية الحالية وخاصة اتفاقية باريس من رأيي أنها لا تستجيب
لهذا الطرح اللي يخلي يكون فيه توازن مستقبلي قريب في في, نعم. في هذا الإطار. حينما نتحدث عن التغيرات المناخية وقضية المواجهة أستاذ غريمس، نتحدث عن ثلاث مستويات: المسؤول، الخسائر، والمواجهة أو سياسات المواجهة. ونتوقف عند الخسائر، وهنا أشار أستاذ المعي منذ قليل على أن الفقير هو الأكثر تضررا من المناخ. والولايات المتحدة أو الأمم المتحدة تقول على أن في إفريقيا فقط هناك تقريبا 250 مليون شخص يعانون بشكل مباشر من تغيرات المناخية، وهذا العدد مرشح لارتفاع إلى 600 مليون شخص في 2050. هل نتوقع أن تستمر هذه الوضعية على هذا الشكل، أو هناك نوع من الانتفاضة لدول الجنوب بما فيها إفريقيا ووعي كافي لقلب الطاولة في مفاوضات المناخ؟ لا، يعني سؤال معقد، لأن هناك جانبين أساسيين. الجانب الأول بالنسبة للسؤال هو كيف سيكون حال مثلا إفريقيا في 2050. بالنسبة لكل السيناريوهات العلمية والأكاديمية والتقنية تقول أن الوضع سيتأزم. من المستحيل بالتدابير التي اتخذت إلى يومنا هذا وبكل المعطيات الموجودة على الساحة العلمية والتقنية، من المستحيل أن يكون هناك تمكن وتحكم في الانبعاثات بالصفة وبالطموح الذي كان في مؤتمر باريس. هذا الشيء الأول. إذن إفريقيا لسوء الحظ ستعيش شح في الماء، ستعيش أزمة غذاء. يعني احنا نتكلموا على المعطيات تاع اليوم، والمعطيات تاع اليوم والسيناريوهات مبنية على المعطيات تاع اليوم وكيفية انتقال هذه المعطيات. إذن شح المياه، الجفاف، التصحر، ارتفاع درجة الحرارة، كل هذا سيؤدي لا محال إذا لاجئين بيئيين ومناخيين. وهنا ممكن التكلم أو التحدث عن ما يسمى بالمخاطر الهجينة، لأن التغيرات المناخية اليوم أصبحت تغيرات مندمجة مع التغيرات أو المخاطر الأمنية والمخاطر حتى يعني الفيروسات، بعض الاستشرافات. وهنا يجدر الإشارة إلى تقرير قامت به المنظمة العالمية للصحة وماس في 2021، كانت تشير إلى أكثر من 25 تاع الأوبئة أو الأمراض التي سيعرفها العالم من 2030 فما فوق، 75% ستكون تنتقل عبر الحشرات والفيروسات، والعديد منها ستكون ما يسمى بالفيروسات البيئية والفيروسات المناخية. يعني هذا ما تقول الاستشرافات على إفريقيا في مدى 2050 وما بعد ذلك. أما بالجانب أو الشطر الثاني للسؤال، هو هل إفريقيا محتم عليها أن تدفع الفاتورة؟ لا. اليوم يظهر لي شخصيا أن نسبة الوعي على المستوى السياسي، على المستوى الأكاديمي، على المستوى المجتمعيات لا يرقى يوم إلى ما يتطلبه تكوين أقطاب وتكتلات تقودها الدول إفريقية حتى يعني تكون النظرة أو الموقع أو حتى المصالح انت إفريقيا تكون يعني في واجهة المصالح دول الشمال بصفة عامة. إذن القطب الجنوبي لم يضع نفسه إلى يومنا هذا في وضع يعني ممكن، وهنا ممكن حل قوس يعني، والأخ جمعي يعرف ذلك جيدا. من أصعب فرق المفاوضات ما يسمى فريق الخسائر والأضرار، loss and damage. علاش هذا الفريق في المفاوضات الأممية حول المناخ يعني الإطار تاعه صعيب ومرقاش يعني للمستوى المطلوب والطموح اللي كان فيه؟ لأن الدول العظمى والدول المسؤولة تاريخيا عن انبعاثات وتراكمات الغازات الدافئة تفعل كل ما في وسعها حتى لا يكون تطور بالنسبة لنتائج هذا الفريق. لماذا؟ لأن هناك ما يسمى بالمسؤولية الأخلاقية. إذن الدول الإفريقية إذا كانت تمكنت اليوم علميا وتكنولوجيا وماليا يعني تبرهن على هشاشتها وتبرهن على المخلفات السلبية على اقتصاداتها ومجتمعاتها وثرواتها وتربط ذلك بآثار تغيرات مناخية، ممكن هذه الدول تتجه إلى طاولة الهيئة
العدل الأممية مثلا وتطلب يعني تعويضات. اليوم كل العمل الذي يقوم به بعض الأخصائيين المبعوثين تاع الدول هذه المتقدمة هو كبح المفاوضات بالنسبة لهذا الفريق بصفة خاصة، لأن حتى تجنب الانطلاق أن دول الجنوب تذهب بصف واحد وكلمة واحدة في مفاوضات المناخ، لأن القارة الإفريقية الآن لا يخفى على الجميع أنها هناك انقسام في أطراف وحتى في التفاوض مع الجوانب المتعلقة به. لذلك كنت أشرت إلى الارتباط العضوي بين المصالح القومية وحتى يعني القارية على المستوى الإفريقي والتوجهات يعني المفاوضات المستقبلية. إذن وهنا بلد كدولة كالجزائر الذي لها تاريخ في إفريقيا، تاريخ في دول عدم الانحياز، تاريخ في الدول النامية، كانت نتذكر كلنا يعني كانت من بين اللاعبين الأساسيين في النيباد في عدم الانحياز. ممكن دولة كالجزائر تكون قاطرة بالنسبة لتكوين هذا القطب الذي يواجه المصالح المخالفة لمصالح إفريقيا. أستاذ جموعي، هنا نطرح قضية الاستراتيجيات المواجهة ونتحدث أيضا عن التزامات الدولية. الدول المتقدمة التزمت بمنح مساعدات بمئة مليار دولار سنويا بما فيها لدول الجنوب، لكن دول الجنوب تتهم دول متقدمة أنها تلتزم ولا توفي بوعودها. هذه شق آخر في النفاق الغربي أو النفاق لدول الصناعية تجاه دول الجنوب. يعني منذ أكثر من عقدين لم نرى، وأنا أتكلم على الجانب المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ وكذلك الالتزامات التي تأخذها البلدان المتقدمة، لم نرى يعني أن البلدان المتقدمة قد وفت بالتزاماتها. نأخذ يعني أكبر مثل هو التمويل المناخي، يعني climate finance بما يسمى التمويل المناخي، وذكرت أنه في كوبنهاغ وبعدها في كانكون في 2010 التزمت الدول المتقدمة بتمويل 100 مليار دولار ل يعني نشاطات وبرامج ومشاريع خاصة بالتكيف والتخفيف والتخفيض من غازات الاحتباس الحراري لصالح الدول النامية، ولكن لم تستطيع الإيفاء بهذا. في ليقرأ مليح يعني قرار كانكون في 2010 أنه الالتزام كان 100 مليار في السنة. نعم. من 2013 إلى 2020 لم نصل لهذا المستوى، وبعدين التراجع أصبح المفهوم، ولا يوجد أي قرار أي كتابة تقول لك أنه ما فيهاش هذه تاع 100 مليار في السنة ما بين 2013 و 2020. يعني ولا المفهوم أنه 100 مليار من 2013 إلى 2020، يعني انهارت كل الأمور. ولما صرا فيه التقييم منذ سنتين لهذا الهدف تمويل المناخ ل 100 مليار في 2020، التقرير خرج بقيمة لم تستطيع الدول المتقدمة إيفاء إلا 86 مليار، حوالي 86 مليار دولار لنهاية 2020. ولحد الآن في قمة غلاسكو كانت يعني أهم أمر يتكلم عليه أنه الدول المتقدمة لم تفي بوعودها وخاصة الوعود التمويل البيئي. نعطيك مثل آخر، يعني صندوق المناخ الأخضر بما يسمى Green Climate Fund اللي كونته البلدان الأطراف للاتفاقية في 2010، بدأت في 2009 وكان التكوين تاعو في 2010، كان الاشتغال تاعو في 2012 و13، وفي 2015 بدأ الاشتغال تاعو. من 2015 ليومنا هذا، وانا مستشار للأعضاء الأفارقة لمجلس المناخ
مجلس صندوق المناخ الأخضر، راني مستشار تاعهم. من 2015 ليومنا هذا لم تتعدى قيمة الوعود 20 مليار دولار. نعم أستاذ الجموعي، حتى نختم لأن وقت البرنامج انتهى الآن، ما هذه المفاهيم والالتزامات المطاطية للدول الصناعية تجاه دول الجنوب؟ هل سنراها ستستمر في قمة شرم الشيخ المقبلة ونحن في نوفمبر المقبل؟ أستاذ الجموعي باختصار فقط. نقول أنها ستستمر، نفس لن يتغير شيء. أستاذ غريمس، والله المدى قريب جدا حتى يكون يعني أثر بالنسبة للمدة قصيرة تكون يعني قطب استراتيجي منا لشرم الشيخ. أنا ما عنديش يعني تصور أن بلي في هذه المرحلة القصيرة حيكون فيه يعني تغير كبير أو استراتيجي. نعم أستاذ، إضافة قصيرة، يعني هناك يعني اتفاق باريس جاء بتحديد قرار، تحديد هدف جديد للتموين البيئي في 2025، وبدأت العام الماضي المفاوضات على هذا الهدف. الهدف اللي كان في قبل 2020 هو 100 مليار ل 2020. الآن في المفاوضات اللي بدأت الآن، الدول المتقدمة قالت لك احنا المفهوم تاعنا انه ما نحددش رقم ولكن نحدوا كيفيات الى غير ذلك، يعني باش تعرف انه النية وين ماشية للإيفاء بالوعود. نوعا من التراجع. أستاذ قريم سأختم معك، تفضل. والله يعني شيء بسيط وصغير يتعلق بما يسمى بالتمويل المناخي. اليوم يظهر جليا أن بعض الحكومات وخاصة الحكومات الأوروبية والحكومات الشمالية بصفة عامة، ما تسميه بالتمويل المناخي يكون مشترط ويكون فيه آليات تشترط بعض الأمور لها علاقة بالاقتصاد وخاصة بالتكنولوجيا الاقتصادية، يعني مصالح هي نوع من المراوغة مثل ما سميتموها منذ في بداية البرنامج. أستاذ سمير غريمس الخبير الدولي في البيئة والتغيرات المناخية، شكرا على هذه التوضيحات. أشكر أيضا الأستاذ كمال الجموعي خبير دولي في البيئة والتغيرات المناخية، شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات القيمة جدا في البرنامج وللمشاهدين. مشاهدين الأفاضل، يمكنكم متابعة هذا البرنامج وبرامج أخرى والأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي لقناة الجزائر الدولية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم بخير وإلى اللقاء.